التلفزيون العربي إياد ستيتية. إياد، ما هي أبرز التطورات اللافتة ميدانيا؟ نعم أمال، يعني كما أشار التقرير كانت هناك هجمات من قبل القوات الروسية بمسيرات من نوع شاهد 136 استهدفت 11 مقاطعة في أوكرانيا، منها العاصمة كييف، حيث سمع ذوي 3 انفجارات ضخمة في ساعات متأخرة من الليل. اتضح فيما بعد أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تصدت لهذه المسيرات. قيادة القوات الجوية ذكرت بأن دفاعاتها أسقطت 58 طائرة من أصل 67 من هذه المسيرات الروسية. بعد ذلك الخدمة الصحفية للبرلمان الأوكراني كانت قد نشرت صورا يعني تظهر بقايا أو شظايا لإحدى هذه المسيرات، وقد سقطت بالقرب أو في ساحة البرلمان الأوكراني، مما يعني دفع العديد من وسائل الإعلام الأوكرانية لتعزيز فرضية أن هذه المسيرة كانت تستهدف فعليا الليلة الماضية مقر البرلمان الأوكراني. ميدانيا هيئة الأركان العامة كانت قد ذكرت بأن مختلف محاور القتال في الجبهات الشرقية والجنوبية والشمالية كانت قد شهدت 180 اشتباكا قتاليا بين القوات الروسية والأوكرانية. يحتدم القتال بحسب البيان في 3 محاور رئيسة في مقاطعة دونيتسك، وهي محاور باكروفسك ومحور ترويتسكي ومحور كوراخا. وفي باكروس كان قد شهد هذا المحور خلال الساعات ال 24 الماضية أكثر من 50 هجمة روسية باتجاه بواقع الأوكرانية في هذا المحور. أيضا يعني القوات الروسية كما جاء في البيان تركز من هجماتها على بلدتي هروديفكا ونوفا هروديفكا إلى الجنوب الشرقي من هذه المدينة، مدينة باكروفسك. أيضا في المحور الآخر الذي أخذ أيضا يشهد زخما عسكريا ونشاطا عسكريا منذ اليومين الماضيين من قبل القوات الروسية، وهو محور كوراخبا إلى الشمال الغربي من مقاطعة دونيتسك، حيث شهد هذا المحور خلال الساعات الماضية 47 هجوما للقوات الأوكرانية باتجاه المواقع الروسية. تحاول القوات الروسية بحسب موقع ديب ستيت المقرب من الجيش الأوكراني التقدم باتجاه مدينة باكروسك وأيضا باتجاه مدينة كوراخبا. وتحدث أيضا الموقع عن أن القوات الروسية تواصل تقدمها في منطقة أوكراينسك، هذه المنطقة الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة باكروسك، وأيضا تحقق القوات الروسية بحسب نفس المصدر تقدما باتجاه قرية كراسناهوريفكا بمحور كوراخبا. باقي المحاور كانت أيضا قد شهدت عشرات الهجمات، نتحدث عن المحاور الشمالية وهي محور خاركيف تحديدا في منطقتي فوفتشانسك وليبكي. في هذه المحاور كانت قد شهدت يعني 6 أو 7 هجمات روسية باتجاه مواقع القوات الأوكرانية في هذا المحور. تحدث أيضا البيان عن أن القوات الأوكرانية تمكنت خلال الساعات الماضية من شن 15 ضربة ما بين صاروخية وجوية باتجاه مواقع القوات الروسية على طول الخط الفاصل، استهدفت نقطة مراقبة ونقطة لتشغيل الطائرات المسيرة باتجاه المواقع الأوكرانية. سياسيا يعني الجانب الأوكراني وعلى لسان الرئيس زيلينسكي كان قد تحدث بالأمس خلال اجتماع رامشتاين على أن القوات الروسية الأوكرانية تحقق أهدافها من خلال العملية العسكرية في منطقة كورسك، ودعا الدول الحليفة في داخل هذه المجموعة إلى تعزيز الإمدادات من الأسلحة وتسليح الجيش الأوكراني بما يناسبه من هذه الأسلحة التي تعد مطلبا ملحا من قبل القوات الأوكرانية. وقال بأن يعني أي تأخير في إيصال هذه الأسلحة ربما قد يعرض العملية العسكرية في كورس أو حتى في مجمل العمليات العسكرية القائمة في شرقي البلاد إلى الخطر. شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل من كييف، مراسل التلفزيون العربي إياد.